على رجل أري من قريش، أنزلت الرسالة الأخيرة من السماء إلى الأرض، فتغير معها مجرى التاريخ إلى يوم القيامة، تغيرا شمل الزمان والمكان والإنسان. البيت العتيق نصب الشرك أصنامه، يتعبد إليها من دون الله. خرج الكفر أسوأ ما في النفس البشرية وأقبحه، فكانت جاهلية استباعت النفس والعظام. شمس القرآن بأن تشرق على العالمين لتمحو آثار الجاهلية الأولى وتستغل الدنيا.